كده نبذة مختصرة عن المنبهات، المنبهات بين السلبيات والإيجابيات. طبعا داخلين على موسم الامتحانات والطلبة دلوقتي بما الإسراف كتير في الشاي والقهوة والنسكافيه. النهاردة بس عايزين نقطة محددة كده بس عشان ننظم استهلاكنا من المواد المنبهة. الكافيين احنا عارفين انه من اهم المواد اللي بتنشط النواقل زي الدوبامين والسيروتونين، الحاجات اللي بتحسن المزاج وترفع المود، بتنشط الذاكره معايا وبتساعد على التركيز لانها بترفع نشاط الجهاز العصبي. طيب بس برضو ما ننساش ان هي بتتحكم في افراز بعض المواد زي الادرينالين وبالتالي بتاثر في ضربات القلب. طيب انواع المنبهات ايه؟ عندي مشتقات الكافيين كتير جدا، الشاي بانواعه سواء الاخضر سواء الاحمر، مع ان بنفضل الشاي الاخضر لاحتوائه بس على ماده الكلوروفين اللي هي احتوائه على نسبه اكبر من مضادات الاكسده. عندي البن بانواعه سواء القهوه او القهوه الخضراء وبرده من مشتقات الكافيين معانا. طيب القصه دلوقتي في كام سؤال كده للناس اللي بتستهل اللي هي مدمنين القهوه زي ما بنقول، اشرب القهوه بسكر ولا من غير سكر؟ يفضل القهوة عامة من الحاجات اللي بتكبح عندي الرغبة في السكر، أو الناس اللي بتستهلك نسبة سكريات أكتر أو نشويات أكتر بنصحها إن هي تتناول فنجان قهوة قبل مثلا أما آكل حتة شوكولاتة أو قبل ما آكل قطعة الحلويات معايا، من الحاجات اللي بتكبح الرغبة في تناول السكريات أو النشويات معايا، لأن طبعا عندي الكافيين حاجة مضادات أكسدة بتنشط الخلايا العصبية، وعندي السكر من الحاجات اللي بتحفز الأنسولين فبتلاقي نشاط غير عادي للجهاز العصبي، فبالتالي بتأثر على المود معايا. طيب الحاجات الخطأ برضو اللي سايدة جدا مع المنبهات، عندي مثلا بشرب القهوة باللبن أو النسكافيه باللبن أو الشاي باللبن. طيب يا جماعة ده بيأثر معايا على القيمة الغذائية للحليب ككالسيوم، لأن بيعمل لي حاجة اسمها معقدات كده بتمنع امتصاص معايا الكالسيوم من الاثنى عشر، لكن قيمة الحليب كبروتين وأحماض أمينية ما بتتأثرش معايا. وده انا ما بفضلش خلط الكافيين بالحليب لخاصه للناس اللي بتعتمد في مصدر الحديد بتاعها على الحديد النباتي او الناس النباتيه، لان برضو امتصاص نسبه الحديد من البروتين النباتي بيكون بيتاثر بتناول المنبهات بعدها بتناول الشاي او الشاي الاخضر، لكن البروتين الحيواني نسبه امتصاص الحديد عنده ما بتتاثرش بالشاي بعده. طيب انا دلوقتي الناس اللي متعوده تفطر الصبح بفنجان القهوه معايا، حاجة كويسة جدا بترفع المزاج بتساعد على تزيد التركيز بتحسن الأداء العملي معايا، بس طبعا بتزود نسبة الحموضة معايا، فعشان أقلل نسبة الحموضة يفضل إن أنا أتناول الصبح كوباية مية مع تمر التفاح من الحاجات اللي بتنظف القولون معايا وبتقلل الحموضة. طيب تاني حاجة بفضلها للناس اللي بتستهلكها كتير في القهوة والشاي، بفضل إن يكون الوقت الزمني بين الاثنين يعني بين الفنجان والفنجان او بين الكوبايه والكوبايه اقل حاجه من 3 لـ4 ساعات علشان اسمح للجسم بتصريف الفائض الكافييني. طيب الفائض الكافيين ده بيخرج من الجسم ازاي؟ بيطرح طبعا عن طريق الكلى، واللي باقي في الدم الجسم بيختزنه في الكبد. علشان كده الناس اللي بتبقى مدمنه تقريبا منبهات شاي قهوه نسكافيه يفضل ان انا لازم اعمل يوم في الاسبوع زي تنظيف للجسم كده زي ديتوكس، ان انا استوب منبهات. الموضوع هيبقى صعب معايا، هيبقى فيه صداع، هيبقى فيه ارق، هيبقى فيه مشكله معايا زي رمضان، اصعب وقت في رمضان بتكون بدايته. ليه؟ طبعا للصداع للتركيز، لكن بعد كده الانسان مع التعود بيبقى الموضوع عادي، فلازم يبقى ليا يوم في الاسبوع امنع فيه المنبهات خالص. اقل درجه من المنع ان انا مثلا لو متعود اشرب الشاي او اشرب القهوه او النسكافيه مثلا، يبقى خلاص عندي يوم في الاسبوع هغير المنبه اللي انا متعود عليه، ممكن ابدل الشاي. وزي ما قلنا بنفضل الشاي الاخضر على الشاي الاحمر. نسبه الكافيين هي مش هتاثر، بس احتوائه على ماده الكلوروفيل 60 مضادات أكسدة أكتر. ودمتم بصحة.